بدك تاكل شيء؟ اعطيك خبز؟ يسلموا، من ايدك رح اكل كل شيء. طيب اللي هلا تشرب عصير؟ معلم جيريش؟ معلم جيريش؟ مين؟ هذا صوت شغيلنا بانو. ميتاي انت ما تاكلي هم، رح نضل عم نشتغل بالمشروع تبعك. معلم جيريش، نحن وقت رحنا على المحل اللي عند دوار كاديش كان المحل مفتوح من الصبح. قصدك مشروع يا ابني؟ لا معلم، نحن وقت وصلنا كان المعلم الكبير هنيك وهو طلب منا نمشي وقالنا نسألك وين بدك يانا نشتغل لأنه هو موجود بالمحل، وانت بتعرف والدك معلم كان رح يتضايق إذا ما مشينا، وكان معه هنيك. مين كان معه؟ معلم كان معه كذا حدا، بس والدك هو تاج راسنا وقالنا أنا اللي رح اشتغل. شو عم يعمل؟ عن جد غريبة، شو عم يصير؟ لا مو كتير غريب، أبي أخذ المحل وأكيد رح يعطيه لميتاي. طيب أنا شايف الموضوع عادي، أبي مل من قعدة البيت لهيك فكر إنه لازم يستلم المحل كم يوم ويتسلى فيه حالياً. خلص بسيطة، روحوا على المحل يلي بهولي جيت وانت خود الكل، رح تلاقي برامود هنيك وهو رح يوزع الشغيلة على باقي محلاتنا، اتفقنا؟ حاضر، بالإذن. وإذا كان أبي يعني شو؟ طيب بده ياخد كل شيء بطريقه؟ المحلات انتقلت على اسمي، لازم يفهم هذا الحكي. أنا رايح لحتى أحكي معه، أنا ابنه الكبير وما بيصير يوقف ضدي. أبي شو ما بتتذكر؟ جده قال المحل له وخلى هداك المحل باسمه. بابا بس لحظة، أنا رح جيب الأوراق. إيه هو قال هيك، بس كمان مو معقول يوقف ضد العائلة. شكي طلع بمكانه، كل المحلات باسمك وطبعا الأوراق بتثبت هذا الحكي. بس شو؟ هذا المحل القديم مو مذكور عندك، يعني هو ملك جده. ما بيصير، بس كيف هيك سيد هارت؟ مو كتبنا كل شي باسمي؟ تفقد هاي الأوراق، طلع. بس جده ما له اي حق. ايه المحل باسمه، بس المشاعر ما لها قيمه عنده. بابا انت ابنه الكبير، هو عم يغلط بحقك ويتصرف بهي الطريقه. نحن لازم نروح لهنيك، يلا على السريع لازم نتحرك، نحن ما لازم نسكت. امشوا يلا. تفضل لعنا، قرب مشان تفضل. شكرا. تفضل. شكرا. تفضل. ميتاي انت وفيتي بوعدك، وصدقيني كل بسكليتة معنا رح تكون اسرع من الموتور. ايه ماشي. ايه تفضل. من هون. طيب كملي، يلا كملي، برافو. مو فاي، يلا فوت ساعدة. اهلا وسهلا، تفضل. تفضل. شو عم تعمل؟ طب سوق على مهلك. ايه تمام. اه
اندو انت ليش واقفه؟ تعالي لازم تعدي وترتاحي. عادي يلا. حاضر حاضر. ممكن اعرف شو عم يصير هون؟ ليش محل حلويات هاري موهان القديم معلق عليه ارما باسم ابو لاميتاي؟ نعم نعم. شو هالمسخره اللي عم تعملوها ابي انت بهي الطريقه؟ عم تضحك الناس علينا. ايه 5 كيلو مشبك. ايه تكرم. اعطيني العنوان. بدك كمان قطايف؟ 349 قطعة. حاضر ماشي رح ابعتهم. اسف يا ابني لسه الدنيا الصباح والطلبيات ما عم تهدى وانا مشغول وماني فاضي احكي معك. لك شو بقى ابوك صاير عم يعاملنا كانه نحن الناس الغربة. انا متأكدة انه هالبنت هي السبب. ابي اذا سمحت اسمعني. اذا انتبهت انا عم دافع عن اسمك وما بدي اياه ينشال. بعرف انه هاي المحتالة هي اللي نصبت عليك. اللي وين كان عقلك؟ فكر شوي. جيريش احكي باحترام مع ابوك. لا تنسى اني امك يا ولد وبضربك كف على وشك ما بتنساه بيومين.